إيمان البحر درويش. محمد رمضان صوته كريه. لفظ كبير قوي. اسمحي لي أقول لك حاجة مش هتصدقيها. إيه؟ الأستاذ عمار الشريعي هذا العظيم رحمة الله عليه. وهو ملحن عظيم ومغني بيغني صح جدا. عمار نفسه بيقول لي أنا بحب صوتي. شوفي الجمال وشوفي الروعة بتاعت لما فنان عارف إن رن صوته. أيوة مش جميل. ده إيه علاقته إنك تقول على صوت محمد رمضان إنه كريه؟ محمد رمضان لما أقول له يعني يقول صوته وحش؟ لا سيء. لا صوت كريه يعني وحش. بقول لك عمار الشريعي العظيم ما بيحب الصوت نفسه. ليه؟ إن كل صوت له رنة. محمد رمضان ممثل كويس، إيه اللي يدخله في مجال ملوش فيه أي موهبة؟ صوت عمار الشريعي. نعم؟ لكن الجمهور بيحب صوت عمار الشريعي. حبيبتي أنا بكلمك عن حقيقة قالها لي عمار نفسه. بيحب، ولذلك ما غناش كتير غير كم علي. إن كم مسلسل حاجة بسيطة، البريء مثلا غنى البريء في فيلم البريء. لكن هو شوفي لما يكون الواحد بيشوف حقيقته. لما أنا أقول كده لمحمد رمضان إنك تبعد عن مجال أنت ليس فيك لك فيه موهبة. أقول لك يا أستاذ إيمان. نعم. هقول لك على حاجة كده وقول لي بصراحة كده ورد عليا. محمد رمضان عمل عقدة لإيمان البحر درويش وأبناء جيله. والله محمد إيه؟ رمضان يعمل عقدة للممثلين ده ما يلزمنيش. أنا رفضت بس مسلسل. هو بيغني مطرب وبيغني وبيعمل حفلات. ده في الباي باي معلش. الجمهور اللي بالملايين بيحضر له وبالآلاف. ولكن أكثر الناس اللي الحق كارهون عفوا. الراجل ده بيقول لي بعد إذنك ممكن تقولي لي كلمة من أغانيه؟ كلمة واحدة. ممكن؟ بيقول أنا نمبر وان بس. نمبر وان؟ وأنا الملك. يلبسها إن شاء الله يوم القيامة. يلبسها يوم القيامة ويتحمل وزر واحد بيغني عريان ويسجد لله شكراً. إيه الكلام الفارغ ده؟ بتضحك على ربنا أقول لك ثقة في الله. لا مين يا عم أنت؟ إيه هو اللي ثقة في الله وأنت طالع تغني عريان؟ بيضحك على ربنا؟ الثقة في الله منين يعني مش فاهم؟ وكلمة كله بيرددها واخد بالك ثقة في الله. هو ربنا بيقبل لا يقبل إلا الطيب. مش يعني أنا بسأل. ربنا لا يقبل إلا الطيب. معلش أي حد معلش أنا آسف يبقى عنده ثقة في الله. آسف مش من حقه؟ لا ناس وناس. لا مش من حقك على الإطلاق. الثقة في الله تأتي إن ربي لا يقبل إلا الطيب بس. فلما محمد رمضان بيعصبك كده ليه؟ هو بيعصبني؟ لا أنا بتعصب لله. تخرجك عن شعورك. أنا بتعصب لله. إن ما ينفعش. ومين قال لك إنه محمد رمضان مش طيب؟ إن أتعصب طيب. أتعصب لله دفاعاً زي ما كان دكتور خالد منتصر. غيران على الدين يعني. طبعاً ده بيعمل إيه؟ بص أنا يعني ما فتشتش في قلبه. ده ملوش دعوة بالقلب؟ لا 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 ده مش قلب. يعني أنا بكلمك على شيء لا ينفع فيه القلب ولا على الظن. على لا ده ليس ظنًا، ده فعل قدامك علناً ربك لما يبارك لك في الحرام. أنا أرفض. رأيك إيه؟ لكن مش من حقي إن أنا أفرض وأحاسب. أنا ربنا ما وكلنيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بسألك فرصتي. سؤال. أنا ربنا ما ادانيش رخصة وقال لي دافع عني. يعني أنا اتعلمت شيء عايزاني أن هو يغلط يغلط. ما تنصحه بالحسنى بقى. أنصح مين؟ ما بعتلوش ليه رسالة. قلت له يا محمد يا رمضان السجود في الأرض وأنت خالع ملابسك لا يصح. عفواً أنا كلمت هذا استقواء على الله سبحانه وتعالى. لا آسف جدا أنا كلمت وقلت له يا محمد كنت عظيم. ما تستخدم نجوميتك صح. كنت عظيم كنت عظيم في المشهد ده لما نزلت دموعه في المشهد نفسه. كلمته قلت له محمد الله عليك كان عظيم. اسأليه هيقول لك كلمته لما دموعه نزلت في الشط. قلت له كان من عين واحدة. قلت له كان مشهد حلو يا محمد. ولما أقول له إن أنت بتحفر قبرك بإيديك إنك تخش في مجال ليس فيك لك فيه أي موهبة دي نصيحة له. زي ما نصحت شيرين زمان قلت لها لسانك هيضيعك يا بنتي. ولما تسأليني عن شيرين مين أحلى الأصوات أقول لك شيرين عبد الوهاب. طبعا رغم إن في بيني وبينها خلاف.